بمساحة تفاعلية اجتمع أكثر من 300 طفل يتيم ضمن نشاط فني أقامته جمعية شباب المجتمع المدني ضمن الصالة الرياضية في محافظة الحسكة. ما بين المسابقات الرياضية والألعاب الترفيهية ومسابقات الرسم تنافس وتفاعل كبير عاش أجواءه الأطفال المشاركون. شباب المجتمع المدني اليوم حبوا يكرموا اليتامى، واليتيم تعرف انت دائما له وضع خاص جدا، وخصوصا أولاد الشهداء، أولاد الذين فقدوا أحد الوالدين لهم موضع خاص من الحياة بالنسبة لنا. نحن بالنسبة لنا كاتحاد رياضي كنا داعمين لهم بشكل دائم بهذا الموضوع، ونشاركهم بهذا النشاط اللي أفرح الكثير من الأطفال. ضمن هالنشاط مجموعة من الأنشطة المتنوعة التوعوية الترفيهية فنية رياضية ثقافية، من ضمنها في كمان نقدم لهالأطفال غداء، يعني سندويشات، عصائر، هدايا، جوائز مادية. طبعا كل هالمبادرة مقدمة من أصحاب الفعاليات في المدينة، ما نسميه نحن التكافل الاجتماعي، من تبرعات من الأهالي ومن أصحاب الدخل الميسور. جمعناهم مشان نفرحوا قلوبهم، مشان نسيهم إنه الحرب والظروف اللي قاموا يمرون فيها. مبادرة اليوم كانت الأطفال الأيتام حتى ما يحسوا بالنقص عن الأطفال، يعني اللي لهم أهل، حبينا نفرحهم. مبسوطة كتير خلص من الحرب ونعيش بسلام. يوم فني استطاع أن يسلط الضوء على الطاقات الإبداعية لدى الأطفال فيما بقيت البوصلة، تعزيز التماسك الاجتماعي عبر الدعم المعنوي والمادي المقدم للمشاركين، ليبقى الفن مساحة يجمع في فضائه طاقات المبدعين.